صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المرأة الجنب إذا أرادت أن تغتسل تغسل أصول شعرها أم يكفي مسحه وغسل ما عداه؟ لا لا، لا بد من إرواء الشعر، لا بد من إروائه بالماء ليصل الماء إلى أصوله. قال صلى الله عليه وسلم: تحت كل جنابة تحت كل شعرة جنابة. يجب تبليغ الماء إلى أصول الشعر وعرك الرأس بالماء حتى يتبلغ. نعم.